انا كويس ولا ايه؟ اهو انت زي الفل الحمد لله على السلامه. وشي بوظوه قوي ولا لا؟ لا لا انت وشك زي الفل رايق وجميل. انا قلقان، انا هقوم ابص عليه. ما تقومش بقى، ملهاش لازمه بقى. لا تقوم. مش قادر، انا قلقان يا باكس. طب ما انا وشي كويس اهو، ما عملوش فيه حاجه الحمد لله. لا ده رايق وجميل. ايوه بس كده هم عملوا. مين دول؟ مين دول يا بهجت؟ هو اصل الفايل بتاعك اتغير مع الاوضه اللي جنبنا، رزان مغربي. هي انا هتقولها وشها وانت يا نهار اسود. يا نسيتي. شو حلوين؟ انت مش حاسه بالكارثه اللي انا فيها؟ لك تعالى اقول لك، مين عمل لك اياهم؟ دكتور جورج اشقر؟ لا مش عارف، واحد اسمه الياس باين ولا حاجه زفت كده. اه دكتور الياس، عشان هيك دكتور الياس بيتوصى كتير. بيتوصى كتير، ربنا ينتقم منك يا باكت. انت اللي قلت لي اعمل العمليه دي. ايوه يا ابني، ما انا قايل لك اعمل العمليه ليه؟ مش عشان تشقط داليا؟ يا ابني انا كده هشقط شادي مش داليا. طب ممكن تهدى؟ ممكن تهدى علشان نعرف كده نفكر هنتصرف ازاي في المصيبه دي؟ لا هي ما فيهاش تفكير على فكره. بقول لك ايه؟ احنا هنروح لدكتور الياس. اه نقول له شيل الصدر خالص. يا ابني نو واي، مش هينفع. انت مش هينفع تعمل عملية قبل 48 ساعة. 48 ساعة؟ ايوه. لا يا باكت، ابوس ايدك، انا مش هقدر استحمل. طب ممكن تسيب ايدي عشان انا اللي مش هقدر استحمل؟ ولو سمحت اقفل الزرار الاولاني دوت، علشان انا اصلا خلصان تماما ومش عارف اركز طول ما هو مفتوح. طيب انا دلوقتي هقابل داليا ازاي؟ هقول لها ايه ده؟ تعالى اقول لك، عندي فكرة. شو رايك تلبس سبورت برا؟ ممكن يلم لك كل هالاشياء. ايوه انا فكرت في الفكرة دي، بس رحت على فيكتوريا سيكريت قالوا لي ما عندناش المقاس ده خالص. طب لو سمحت ممكن نقفل بقى الحوار القذر اللي انتوا بتقولوه ده وننزل دلوقتي عشان داليا جايه هي وشادي والزفته. زفته مرتك؟ مرتي؟ مليش كده والنبي، انا ممكن اتجوز سلطان ارحم دلوقتي، والله انت اجمد منها. بهجت ما تهزرش الهزار ده على فكره، عشان اقسم بالله بقفش. طب والله العظيم انت اجمد منها بكتير، واقفل الزرار لو سمحت. والله ما عيني بتروح له غصب عني، اعمل ايه طيب؟ بس واو بيرفكت. صباح ال... ايه ده؟ ده دي قرصة نحل. في قرصة نحلة تعمل كده؟ النحل اللبناني بقى يا ستي، ده شوكته قد كده. في نحل شوكته قد كده؟ ايوه النحل اللبناني شوكته قد كده عشان متعود يخش في السيليكون. طب والناحية التانية؟ ما هي الأول وقفت هنا قرصتني فقمت هششها، أما الطايرة واقفة هنا بنت اللذينة وقرصاني برضه، بس الحمد لله القرصتين طلعوا قد بعض بالظبط. غريبة قوي. لا لا غريبة ولا حاجة، أنت بس اللي شكلك ما اتقرصتيش قبل كده. نعم. ما انا جاي النهارده بقى عايز اعرف انت فاضي امتى عشان نصور الفرح. بقول لك ايه يا سلطان، ما تحاول كده تخرجني من الموضوع ده وتشوف اي مصوره غيري. ليه؟ بصراحه بقى مش فاضي خالص اليومين دول، شادي هيخرجني بيروح كلها عشان اصورها. لا بعد اذنك بقى ده شغل، ما تدخلنيش في المنطقه دي خالص. انت ماضي عقد وفي شرط جزائي. شرط جزائي؟ ايوه. تهبل يا ابني. لا هتقلي ادبك، انا لساني طويل. الو. ايوه يا شادي، وانت كمان؟ وهو كمان؟ لا انا اكتر. انت اكتر ايه؟ لا لا انا اللي هموت. هتموتي على مين يا ام؟ طب معلش يا شادي ثانيه واحده. سلطان انت عايز تتهزق صح؟ انت ومين بقى ان شاء الله؟ انا لوحدي هزقك وهديك بالجزمه. طب اعمليها يا داليا. مع السلامه. قفلتي مع التافه؟ نتكلم في الشغل بقى؟ مع السلامه انت يا حبيبي، يلا باي. هتوحشني. الو؟ ايوه يا شادي. ايوه يا بهجت، انا اتهزقت جامد وعايز اقابلك.